إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامذتي الأعزاء. بالنسبة للثالثة إعدادي، فتبعا لدروس مادة الفيزياء والكيمياء بالنسبة للمستوى الثالثة إعدادي، سنتطرق اليوم إلى درس جديد تابع للدرس السابق، ألا وهو قانون أوم، لا لوا دوم. إذن فكما تشاهدون في الصورة أمامكم، لدينا مصباحين، مصباح L1 ومصباح L2. فبالنسبة للمصباح الأول كما تلاحظون فهو يتوهج بشكل جيد، أما المصباح L2 فهو يتوهج بشكل ضعيف. إذن فالسؤال المطروح هنا، ما سبب توهج المصباح الأول بشكل جيد، ولماذا لا يتوهج المصباح L2 بشكل جيد؟ إذا للإجابة عن هذه الأسئلة سنتعرف على درس جديد يسمى تحت عنوان La puissance électrique، أو باللغة العربية القدرة الكهربائية. إذا فاليوم سنتعرف على ما هو تعريف القدرة الكهربائية. Alors, quelle est la définition de la puissance électrique? Quelle est la relation qui relie la puissance électrique avec la tension et l'intensité du courant, etc. On commence par la première partie, c'est la notion de puissance électrique. Mafhoum al-qudra al-kahrabaïa. Alors, pour répondre à, ou bien pour voir la notion de puissance électrique physiquement, on va commencer par une expérience qui va montrer qu'est-ce que ça veut dire la puissance électrique. Donc, on parle au men tajriba. Idan, fait tajriba hadi, ça nahtaj ila al-mu'iddat at-taliya. Donc, on branche successivement deux lampes différentes L1 et L2, portant respectivement les signaux 5W et 12 volts et 2W et 12 volts avec un même générateur dont la tension est 12 volts comme le montre la figure ci-dessous. Donc, fait jribe hadi sana qom bi rabt misbahin ala tawali بي مولد للتيار الكهربائي توتره 12 فولت. بالنسبة للمصباح الأول فهو يحمل الإشارة التالية اللي هي 5W، وسنعرف ما معنى هذا الحرف W. ثم يحمل التوتر 12 فولت، 12 فولت، هذا التوتر بين مربطي المصباح الآن. بينما المصباح L2 فهو يحمل الإشارتين 2W و 12 فولت. إذن فكما تلاحظون بالنسبة للمصباح الأول فهو يشتغل بشكل جيد، يعني نلاحظ على أن المصباح يشتغل بشكل جيد. بينما بالنسبة للمصباح L2 فهو إضاءته هي إضاءة ضعيفة. إذن هنا كما تلاحظون على أن نفس المولد الذي يشتغل به المصباح L1 هو نفسه الذي يشتغل به المصباح L2، يعني هذا عنده 12 فولت وهذا هو عنده 12 فولت. إذن فما السبب في اختلاف الإضاءة؟ يعني ما شنو خلى هذه الإضاءة ديال L1 كتغير مقارنة مع L2؟ هنا سنتعرف على ما يعرف بالقدرة الكهربائية، هي la puissance électrique. alors la puissance électrique هي اللي كتحمل هذه الإشارة هذه اللي هي 5W. donc 5W هذه ليست بحرف ولكنها عبارة عن وحدة، بمعنى هي وحدة القدرة الكهربائية، هي وحدة القدرة الكهربائية. دونك هنا اللي غنسميوها فيما بعد بالوات. دونك هنا كنلاحظ انها كتساوي 5 وات، وهذا المصباح فوحدته هي فقدرته هي 2 وات. اذا الاختلاف
بين المصباح الواحد والاثنان هو فقط في القدرة، يعني اختلاف في القدرة الكهربائية لكل مصباح. إذن observation, nous observons que l'éclairage de la lampe L1 est plus puissant que celui de la lampe L2. هذا ما قلنا تشيلي قلنا دابا، على أن نلاحظ على أن الإهاجة ولا شدة الإضاءة للمصباح الواحد هي أكبر بكثير من شدة الإضاءة بالنسبة للمصباح الاثنان. En raison de la différence entre les grandeurs 5 watts et 2 watts. يعني هو راجع إلى الاختلاف فاش في هذه الأعداد، هادو هذا يحمل 5 واط وهذا يحمل 2 واط. Pour chaque lampe, cette grandeur physique est appelée la puissance électrique. يعني هذا المقدار الفيزيائي يسمى بماذا؟ بالقدرة الكهربائية. Conclusion, يعني خلاصة. La puissance électrique est une grandeur physique notée par la lettre P. يعني القدرة الكهربائية هو مقدار فيزيائي نرمز له بالحرف P، بحالو بحال التوتر باش كنرمزو ليه، شفتوها في السابع في الأولى إعدادي فكنرمزو ليه ب U، فكذلك القدرة الكهربائية نرمز لها بالحرف P كي سيكسبريم لا بيرفورمانس دان اباراي الكتريك ان اكليراج او بيان ان شوفاج او بيان ان اوتر شوز. بمعنى شنو هي القدره الكهربائيه؟ القدره الكهربائيه سنعيد هي ماذا؟ هي مقدار فيزيائي نرمز له بالحرف بي، وماذا تمثل لنا؟ تمثل قدره جهاز ولا قدره تفوق جهاز عن جهاز اخر. كيفاش كيتفوق ليا واحد الجهاز على جهاز اخر، سواء في الاضاءه، يعني مثلا في المصباح ملي شفناه، فالمصباح هو المصباح الاول يتفوق على المصباح الثاني فاش في شده الاضاءه. اذا هذه هي القدره ديال المصباح الان. بينما اذا خدينا جهاز اخر كمثلا كجهاز التسخين، فسنلاحظ على ان جهاز التسخين مثلا الأول سيفوق جهاز تسخين آخر، يعني في التسخين. مفهوم؟ alors l'unité internationale de la puissance، يعني الوحدة العالمية لقياس القدرة الكهربائية. la puissance électrique s'exprime en watts، هذه هي الوحدة ديالو اللي هي الوات، كما شفتو أو كما درستم في الأولى إعدادي، على أن الوحدة العالمية لقياس شدة التيار الكهربائي هي الأمبير، وكذلك وحدة قياس التوتر الكهربائي هي الفولت. فالوحدة العالمية لقياس القدرة الكهربائية هي ماذا؟ هي الوات، اللي كنرمزوا ليها بالحرف W، هو اللي شفناه في بداية التجربة، 5 W 2 W. دونك فهذا هو وحدة قياس القدرة الكهربائية. Alors, nous utilisons également des unités de puissance suivantes. يعني كنقدروا نستعملوا كذلك وحدات أخرى من غير الوات، ولكن الوات تعتبر بالوحدة العالمية. عندنا لي ميلتيبل دي وات، يعني المضاعفات ديال الوات، عندنا فيها لو كيلو وات، عندنا لو ميجا وات، وعندنا لو جيجا وات. بمعنى أن واحد كيلو وات في 10 أس 3 وات، يعني 1 كيلو وات إيكالا 10 على بويسونس 3 وات. 1 ميجا وات شحال فيها؟ فيها 10 على بويسونس 6 وات، يعني فيها 10 أس 6 وات. ثم 1 جيجا وات فيها 10 على بويسونس 9 وات. Vous avez aussi les semi-multiples du watt، يعني الأجزاء ديالو، يعني الوحدات الأصغر من الوات. عندنا لو ميلي وات، يعني كما كنقولوا الميلي متر، الميلي فولت، الميلي امبير، عندنا كذلك الميلي وات. هي عندنا تساوي 1 ميلي وات كيساوي ليا 10 اس ناقص 3 وات. علاش؟ لانه اصغر من الوات. هادو اللي نقدروا نستعملوهم في التمارين، يعني يقدروا يعطوني مثلا في احد التمارين يعطيني بواحد كيلو وات، انا جهاز تسخين مثلا يستهلك 1 كيلو وات، وبالتالي فخاصني نحولها للوات
باش تكون عندي تجانس في الوحدات. Alors, les caractéristiques nominales d'un appareil électrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les caractéristiques nominales d'un appareil électrique? Ça veut dire si vous avez par exemple un appareil, par exemple ici, si vous avez une lampe, la lampe, alors, fais-je que tu dédiques la lampe, ou que tu as le bac à la fin, je m'en ai mis un mouataïet. Et donc, le mouataïet, que nous sommes mis en mouataïet, الإسمية يسمون بماذا بالمميزات الإسمية لجهاز كهربائي فمثلا هذا المصباح لديه مميزات إذا هذو هما المميزات ديالو فكما تلاحظ عنده 220 فولت وعنده 25 و45 واط عفوا 45 واط هذو كيتسموا بالمميزات الإسمية يعني هذو هما اللي كيشتغل فيهم المصباح بشكل جيد يعني ما غاديش نجي نخدم انا مصباح هو يشتغل 220 فولت غادي نجي نخدمه انا 300 فولت فهاد الحاله سيتلف يعني هادو كنسميهم بالمميزات الاسميه لجهاز كهربائي الوغ التعريف ديالهم بالفرنسيه لي كاركتيريستيك نومينال دان اباراي الكتريك سون لي انديكاسيون انريجستري بار لي فابريكون سور لا بلاك سينياليتيك دو لاباراي بمعنى هو مميزات اسميه يضعها ماذا يضعها المصنع هذاك اللي صايب لي هذاك المصباح يضعها على لوحه الجهاز فمثلا لو خديتي كذلك جهاز تسخين ستجد فيه هذه المعطيات وهذه المميزات الاسميه بالنسبه لجهاز التسخين اذا اكزامبل فمثلا هاد لاباغاي هادي اللي عندنا اللي هي عباره عن مصباح عندها 45 واط وعندها 220 فولت كي سون اونجستري الوغ سور اون لامب دو سورت كو 220 فولت ريبريزونت لا تونسيون نوميلال دو لا لامب يعني هذيك 220 فولت هي كتمثل لي ماذا تمثل لي التوتر الاسمي لهذا المصباح ثم 45 واط ريبريزونت لا بويسونس نوميلال دو لا لامب يعني هي ماذا تمثل القدرة الإسمية للمصباح. Très bien. La puissance électrique consommée par un appareil électrique. بمعنى أشنا هي ولا ما هي القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي. يعني القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي. Alors غنبداو بلو بروميي كا سي لو كا دو كورون كونتينو. Donc le courant continu هذا راه درتو في الأولى إعدادي درتو التيار الكهربائي المستمر alors pour montrer la puissance électrique consommée par un appareil il faut ou bien on a besoin d'une expérience donc nous réalisons le circuit électrique suivant en utilisant la lampe L1 3 watts I porte les signaux suivants 3 watts et 6 volts et la lampe L2 porte les signaux 2,4 watts et 6 volts puis nous mesurons l'intensité du courant I qui traverse la lampe et la tension entre ces bornes U بمعنى غنقوم بالتجربة يعني غناخدو المصباح الأول ثم ماذا اللي كيحمل لي الإشارة ديال 3 واط و 6 فولت ثم نأخذ مصباح ثاني اللي هو جوج فاصلة اللي كيحمل لي الإشارتين 2.4 واط و 6 فولت ثم ماذا سنفعل؟ سنقيس التوتر بين مربطي هذا المصباح في الحالة الأولى يعني المصباح الآن ثم شدة التيار لهذا المصباح وسنرى ماذا سيحدث إذا هذا هو التركيب الكهربائي الذي سنحتاجه في هذه التجربة دونك سنحتاج إلى ماذا؟ إلى مولد للتيار الكهربائي المستمر c'est-à-dire un générateur du courant continu vous avez en cours un ampèremètre pour mesurer ماذا pour mesurer la l'intensité du courant qui traverse la lampe vous avez en cours le voltmètre donc c'est un appareil qui permet de mesurer quoi mesurer la la tension électrique au bord du de la lampe يعني غادي نقيس بي التوتر الكهربائي بين مربطي المصباح et on a besoin encore d'un
دان انتيريبتور يعني قاطع التيار. إذا فهذه هي التجربة. دونك سنحتاج إلى مولد للتيار الكهربائي، سنحتاج كذلك إلى أمبيرمتر و أن فولتمتر، ثم إلى مصباح يحمل مثلا الإشارتين 12 فولت و 5 وات. إذا سنشغل المولد. دونك كما تلاحظ على أن المصباح يشتغل ب 12 فولت، فأستعمل 12 فولت. إذا كما تلاحظ هنا ماذا نلاحظ؟ أن التوتر الكهربائي بين مربطي المصباح هو 12 فولت، بينما شدة التيار الكهربائي هي 0.41. فمثلا نفترض على أنني عندي هنا 12 فولت واستعملت 16 فولت، دونك شنو غيجرى ليا المصباح؟ لاحظ إذن كما تلاحظ على أن المصباح قد ماذا؟ قد أتلف. علاش؟ لأن القدرة التوتر الإسمي الذي يحمل هذا المصباح أصبح 16 فولت، وبالتالي فهو أكبر من ماذا؟ من التوتر الإسمي المكتوب على صفيحة هذا المصباح، وبالتالي فالمصباح سيتلف. مفهوم؟ إذن سنعود إلى الدرس، ولكن قبل ذلك ففي بداية في التجربة قلنا سنستعمل 12 فولت. دونك ففي هذه الحالة سنلاحظ ما هي العلاقة التي تربط بين شدة التيار الكهربائي والتوتر الكهربائي بين مربطي هذا المصباح. فمثلا عندما سنقوم بضرب 12 فولت في 0.4 أمبير سنحصل على ماذا؟ لاحظ دونك U هو التوتر الذي يشير إليه الفولت متر، هو اللي هو يساوي 12، ثم شدة التيار الكهربائي التي يشير إليها الأمبير متر فهي 0.4. فعند ضرب 0.41 في 12 سنحصل على 4.92، وهذه فهي تقريبا 5 وات. إذن هي القدرة الإسمية لهذا الجهاز لهذا المصباح. مفهوم؟ إذن نعود إلى الدرس. إذا هذا هو الجدول. فمثلا نحن هنا في هذه الحالة لا لامب ال ا، غادي نلاحظوا على أن التوتر بين مربطيها هو 6 فولت، بينما الأمبير متر فهو يشير إلى 0.5 أمبير، وضرب 6 في 0.5 سنحصل على 3، يعني 3 وهي تساوي ماذا؟ تساوي la puissance indiquée sur la lampe. هاي راه كتساوي ليا 3، يعني متساوي هاي ملي كنضرب 6 فولت باش كتخدم ليا المصباح، كنضربو في شدة التيار اللي يشير إليها الأمبير متر سنحصل على 3، و3 فهي القدرة، يعني هي القدرة الإسمية لهذا المصباح. نلاحظ كذلك بالنسبة للمصباح L2، دونك المصباح L2 يشتغل بتوتر كهربائي اللي هو بتوتر كهربائي اسمي يساوي 6 فولت، وشدة التيار الكهربائي بين مربطي المصباح التي تجتاز عفوا المصباح L2 فهي 0.35، وحاصل c'est-à-dire le produit de 6 fois 0.35 égale à 2.1 égale à 2.1 elle est approximativement égale à 2.4 يعني تقريبا كتساوي ليا 2.4 واتس.
إذن فهاد 2.4 وات فهي القدرة الكهربائية الإسمية لماذا؟ للمصباح L2. إذن من هنا on va déduire quelle est la relation qui reliait la tension électrique avec l'intensité du courant. Donc, alors, observation, donc le produit U fois I est la puissance consommée par chaque lampe. Même en adélic, أن خارج ضرب التوتر في شدة التيار هو ماذا؟ هو القدرة المستهلكة من طرف المصباح. إذن كخلاصة conclusion la puissance électrique consommée par un appareil électrique en courant continu est égale au produit de la tension appliquée entre ces deux bornes et de l'intensité du courant qui la traverse. Et nous l'exprimons par la relation suivante. Donc la puissance P est égale à U fois I. Ça veut dire la tension entre les bornes de l'appareil fois l'intensité du courant qui traverse cet appareil. Dis maintenant, la puissance électrique التي يستهلكها جهاز معين تساوي ماذا؟ تساوي التوتر الإسمي بين مربطيه مضروب في شدة التيار الكهربائي التي تجتازه. مع العلم أن ainsi que P c'est la puissance nominale consommée en watts يعني هي القدرة الكهربائية الإسمية المستهلكة بالوات. U, c'est la tension électrique entre les bornes de l'appareil. Il est en volts. L'intensité du courant électrique traversant l'appareil, il est en ampères. C'est le cas du courant alternatif. وداركم شفتوه في السنة الفارطة في الثانية إعدادي التوتر التيار الكهربائي المتناوب c'est-à-dire le courant électrique alternatif expérience donc nous réalisons le circuit représenté ici dessous donc ce circuit là vous avez un générateur du courant alternatif vous avez un ampèremètre vous avez un voltmètre et vous avez un interrupteur et puisque vous avez le fer à repasser donc le fer à repasser et wa jihaz mada ou jihaz al-mikwat oui jihaz al-mikwat li kanstamlou fi kay al-malabis donc fa jihaz al-mikwat fa huwa ibara an jihaz taskhin yani yaqoum bi taskhin ماذا الملابس من أجل كيها. Donc le fer à repasser. Alors dans ce cas, on va voir quelle est la puissance consommée par le fer à repasser. Donc, إذن باش نقيس أنا القدرة الكهربائية التي تستهلكها المكوات، فأنا أحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى أمبيرمتر وأحتاج إلى فولتمتر. علاش؟ باش نقيس التوتر بين مربطي هذا المكوات، ثم نقيس شدة التيار الكهربائي التي تجتاز هذه المكوات ثم سنتحقق هل العلاقة السابقة يعني هذه العلاقة هذه P إيكالا U فوا إي هل هي صالحة كذلك في الحالة ديال التيار الكهربائي المتناوب إذن كملاحظة دونك غادي نديرو واحد التجربة اون اكسبيريونس Très bien. Donc vous avez fer à repasser, yani, le micro-watt. Voilà,
فيغ أغو باسي مكوات. دونك غادي ناخد المكوات، هذه هي الدارة الكهربائية اللي غادي نستعملو. دونك هنا كما تلاحظون عندنا مأخذ التيار الكهربائي المتناوب، هذا هو لو جينيراتور الترناتيف دو كورون الترناتيف، سي 220 فولت او بيان 230 فولت. Voilà, vous avez un voltmètre et vous avez ici un ampèremètre. Donc le voltmètre c'est pour mesurer la tension électrique et l'ampèremètre c'est pour mesurer l'intensité du courant. Donc radinardo ka bidayatan c'est le mikwatt. Alors qu'on لاحظ هنا على ان المكوات هي 230 يعني كيجتازها بين مربطيها توتر كهربائي كيساوي ليا 230 فولت، ويجتازها تيار كهربائي قيمته 7.27 امبير. دونك غادي نشوفو القدرة الكهربائية اللي كتستهلك هاد المكوات. قلنا في الدرس السابق شنو هي القدرة الكهربائية اللي كتستهلك من طرف جهاز، هي ضرب سي لو برودوي de la tension fois l'intensité. Voilà. Très bien. Donc P égale à U fois I. Donc on va mettre 230 et on va mettre 7.27. On va obtenir 1672.1 watts. C'est compris. نفس الشيء غادي ناخذ المصباح. فبالنسبه للمصباح فالتوتر بين مربطيه هو 230 فولت، ويجتازه تيار كهربائي اللي هو 0.45 أمبير. إلى حسبت القدرة الكهربائية التي يستهلكها هذا المصباح، سنلاحظ أنها تساوي هي ضرب أولا هي ضرب التوتر 230 مضروبة في 0.45 بي إيكالا 103.5 وات. ثم نقدروا ناخذ كذلك واحد لو فور إلكتريك يعني فرن كهربائي، نفس الشيء توتر بين مربطيه هو 230 وشدة التيار الكهربائي التي تجتازه هي 5.68 أمبير. Alors pour calculer la puissance consommée par le four, c'est le produit de la tension électrique aux bornes du four fois l'intensité du courant qui traverse le four. Donc c'est 5,68. Donc égal à combien? P égale à 1306,4 watts. Maintenant, on va comparer les valeurs suivantes avec les valeurs indiquées sur l'appareil. Yani ghadi nchouf ashna huma les caractéristiques ou les mouméizat l'ismiya li ndi ala l'ajhiza. Yani kanchouf avec هذيك المعطيات اللي مكتوبين ليا على الجهاز. إذا كانوا متساويين ليا مع مثلا الفرن، قلبتو المعطيات ديالو ولقيت فيهم هي تقريبا 1306 وات، يعني لقيتها 1306 وات مكتوبة على الجهاز في الصفيحة اللي كتكون عليه، يعني اللي كاتبها لينا اللي هو المصنع، وقارنتها مع هذه لقيتها هي 1306 وات، فغادي نقول على أن هذه العلاقة فهي صالحة كذلك لهذه الأجهزة. Voilà. Donc, pour le fer à repasser, il est traversé par un courant électrique qui est égal à 7,27 et la tension entre ces bornes est égal à 230 volts. Donc, si vous avez multiplié 230 volts fois 7,27, on va obtenir 1672,1 watts, qui est égal à la valeur indiquée sur la plaque de la fer à repasser. Puis maintenant, on a il a 230 volts, fa kama lahadna f tajriba fa w drabtha f 7.27 li huwa التيار الكهربائي الذي يجتاز المكوات، فسنحصل على 1672.1 وهي تقريبا تساوي 1670 اللي هي مكتوبة لي على الجهاز. كذلك بالنسبة للمصباح
عندي التيار التوتر الكهربائي الذي بين مربطي يساوي 130، والتيار الكهربائي الذي يجتازه هو 0.75، وجداء U فوا E فهو 103.5، فهو أقرب إلى القيمة المكتوبة على الجهاز اللي هي 100 واط. وكذلك بالنسبة للفرن، كملاحظة lors du calcul du produit UE fois IE، alors هنا في الحالة ديال التوتر الكهربائي المتناوب سنتحدث عن التوتر الفعال. ما معنى التوتر الفعال؟ يعني هو التوتر الذي يشتغل به جهاز في حالة التوتر، في حالة التيار الكهربائي المتناوب كنستعملوا بالتوتر الفعال والتيار الكهربائي الفعال. Nous avons remarqué que sa valeur se rapproche à la valeur de la puissance électrique nominale du fer repassé. Donc, هذا كما لاحظنا على أن الجهاز الكهربائي، على أن القدرة الكهربائية التي تستهلكها المكواة هي تقريبا خارج جداء ضرب التوتر الفعال في التيار الفعال. Alors, conclusion, en courant alternatif, P égale à U efficace fois I efficace. قلنا U efficace هي التوتر الفعال، I efficace هو التيار الفعال. Ne reste valable que pour les appareils qui convertissent l'énergie électrique en énergie thermique et qui ne contiennent pas de moteur tels que la lampe, le chauffe-eau, le fer à repasser, le four électrique, la cheminée. Donc, إذن هاد العلاقة P égal à U fois I، فهذه هي صالحة فقط لماذا؟ هي صالحة فقط للأجهزة التي تحول ماذا؟ الطاقة الكهربائية إلى ماذا؟ إلى طاقة حرارية، ولا تحتوي على محرك. بحالاش أجهزة مثلا بحال المصباح، بحال مسخن الماء، بحال المكوات والفرن الكهربائي إلى غير ذلك. إذا هذه هي اللي نقدروا نطبقوا عليهم هذه العلاقة. فبالنسبة للمحرك فلا يمكن أن نطبق هذه العلاقة على المحرك، يعني باش نحسب القدرة الكهربائية ديال واحد المحرك ما غاديش نستعمل هذه العلاقة. قلنا هذه العلاقة لما كنستعملوها كنستعملوها فقط للأجهزة اللي كتحول لي الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. بحالاش؟ بحال المصباح، بحال مسخن الماء، وبحال المكواة، وبحال مثلا الفرن الكهربائي. دونك يمكن لينا بالنسبة لاباغاي دو شوفاج، يعني بالنسبة لجهاز التسخين، سي لاباغاي دو شوفاج بوسيد اون ريزيستانس اغ إلكتريك، ألوغ لا غولاسيون بريسيدونت دوفيان. دونك اون بي إيكال أو فوا إي، إي أنسي كو U égale à R fois I. Donc, je remplace cette relation dans la relation précédente et on va obtenir P égale à R fois I carré. بمعنى إذا كان عندي واحد الجهاز كهربائي اللي هو جهاز ديال التسخين، فجهاز التسخين فهو معروف على أنه لديه مقاومة كهربائية، هي اللي شفنا في الدرس السابق اللي هي المقاومة الكهربائية ولا قانون أوم. ألوغ بالنسبة العلاقة اللي عندنا حنايا هي بي كتساوي U فوا إي، ثم شفنا في الدرس السابق العلاقة ديال U كتساوي R فوا إي اللي هو لا لوا دوم. ألوغ هنا شنو غندير؟ جو غومبلاس، شنو غنغومبلاس؟ شنو غنعوض؟ غنعوض U، هاد U هادي غنعوضها باش ب R إي، غنعوضها بهادي. دونك R إي غادي نجيبها هنا وغادي نحيد هاد U، اش غتولي عندي؟ غتولي عندي هي R فوا إي فوا إي، وهاد اي فوا اي اشنا هي؟ هي اي او كاري. دونك في هذه الحاله كتولي عندي العلاقه على الشكل التالي اللي هي بي تساوي ار فوا اي اس 2. Maintenant, si vous avez par exemple plusieurs appareils de chauffage ou bien plusieurs appareils qu'on a utilisés dans notre maison, alors comment calculer la puissance consommée, la puissance consommée par ces appareils? دونك فمثلا عندك في المنزل مجموعة من الأجهزة، يعني مشغل لي مثلا فرن كهربائي ومكوات ومصباح في نفس الوقت، إذا أشنا هي القدرة الكهربائية الكلية
التي يستهلكها هؤلاء الأجهزة. Alors, la puissance électrique totale consommée par l'installation, soit la maison, soit une usine, est égale à la somme des puissances consommées par chaque appareil de l'installation fonctionnant en même temps. بمعنى أن القدرة الكهربائية الكلية المستهلكة مثلا من طرف واحد المنزل ولا من طرف واحد المعمل فهي تساوي ماذا؟ فهي تساوي مجموع ماذا؟ مجموع القدر الكهربائية المستهلكة من طرف كل جهاز كهربائي مشتغل. فمثلا عندي بي توتال، هذه هي بي، يعني القدرة الكلية. اش كتساوي ليا مثلا؟ هي القدرة المستهلكة من طرف جهاز التسخين، القدرة المستهلكة من طرف مثلا المكواة، القدرة المستهلكة من طرف المصباح. يعني كنجمعهم باش كيعطيوني القدرة الكلية. Alors, comme application, exercice d'application, vous avez un radiateur électrique d'une puissance de 1,kW et traversé par un courant dont l'intensité a une valeur efficace de 6,5 ampères. Alors, calculez la valeur de la tension entre ces bornes, sachant qu'elles fonctionnent d'une façon normale. يعني بمعنى انه يشتغل، دونك هنا يشتغل بشكل عادي. دونك نعود الى التمرين. اذا شنو عندنا هنا؟ قال لك عندنا ان غادياتور الكتريك، يعني واحد مبرد، القدره ديال الاشتغال ديالو، يعني القدره الكهربائيه للاشتغال ديالو هي 1.5 كيلو وات، اي ترافيرسي بار ان كورون الكتريك، يعني يجتازه تيار كهربائي فعال يساوي 6.5 أمبير. ألوغ في السؤال أحسب ماذا قيمة التوتر الفعال بين مربطي هذا المبرد، مع العلم أن الجهاز يشتغل بشكل عادي. ما معنى يشتغل بشكل عادي؟ يعني التيار الكهربائي الذي يجتازه ولا اللي مكتوب عليه على الصفيحة ديالو هي 6.5 أمبير، وكذلك القدرة الكهربائية اللي مكتوبة عليه هي 1.5 كيلو وات. Alors, la puissance électrique, c'est très simple. Donc, la correction. Donc, on a P égale à U fois I. Donc, donc, P égale à U fois I. يعني هو التوتر الذي التوتر بين مربطي هذا المبرد مضروب في شدة التيار الكهربائي الذي تجتازه. ونحن نعلم شنو عندنا؟ عندنا مجهول واحد اللي هو التوتر، عندنا اي وعندنا بي، بينما التوتر فهو مجهول. ومن هنا سنستخرج ماذا؟ سنستخرج التوتر. اذا U اش غتساوي ليا؟ هي بي على اي، يعني غنحول اي الى الطرف الاخر، عندنا جداء سيصبح ضرب. اذا U تساوي بي على اي، اي جو غومبلاس ابليكاسيون نيميريك، تطبيق عددي. U ايكالا U بي اش كتساوي ليا؟ هي 1.5، اذا 1.5 كيلو وات. وانا كنعرف على ان الوحده العالميه ديال القدره الكهربائيه هي الوات، يعني خاصها تكون متجانسه مع الوحده العالميه ديال من ديال التيار الكهربائي اللي هي الامبير. فمثلا كون كان عندي هنا الكيلو امبير، هنا ما غاديش يكون عندي مشكل ديال انني نحول، ولكن هنا ملي عندي الامبير هي الوحده العالميه، خاصني نحول كذلك لا بويسونس الكتريك تاهي نحولها الى الوحده العالميه اللي هي اللي هي الوات. اذا باش نحول انا 1.5 كيلو وات نحولها للوات، فكنضرب في 10 اس 3. علاش؟ لان عندي كل واحد وات، واحد كيلو وات في 10 اس 3 وات. اذا هي 1.5 في 10 اس 3 مقسومه على 6.5. ولا بغيتي تتاكد رجع للطابلو اللي عطيتكم في الاول، راه غتلقى فيه شحال عندي من وات، واحد وات شحال فيه من كيلو وات، ولا واحد كيلو وات شحال فيه من وات. وفي هذه الحالة سنحصل على قيمة التوتر الفعال بين مربطي المبرد اللي هي 230.76 فولت.
ففي هذه الحالة فهو يشتغل بتوتر متناوب أو لا توتر فعال. إذن شكرا على حسن انتباهكم، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. وإلى درس آخر إن شاء الله، وإلى اللقاء.